التي وصلتي لقد نزلنا بحمد الله بمطار مدريد بنخس وساعة تشير إلى 6:50 حسب التوقيت المحلي، حيث تسجل درجة الحرارة الخارجية 17 درجة مئوية. نرجو منكم احترام تعليمات السلامة المديرة كما نخبركم. عفوا، كما نطلب منكم ان تنتبهوا للسقوط المحتمل للأمتار عند فتح المخدة، وتتأكدوا ان لا تنسوا شيء دخل الطائرة لما لا تكون